السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أطفال الحلوين؟ هل أنتم بخير؟ درسنا اليوم درس جميل ومشوق، يتحدث عن قراءة العدد صفر وكتابته، فهل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. سنتعلم في هذا الدرس قراءة العدد صفر وكتابته. هل يعرف أحد منكم العدد صفر؟ هيا فكروا، تذكروا. لا بأس، سوف نتعرف اليوم على هذا العدد. إذن دعونا الآن نتذكر مع بعضنا البعض الأعداد التي أخذناها. لقد أخذنا وتعرفنا على العدد واحد. أهلاً يا واحد. وهذا هو العدد اثنان، يكتب من اليمين إلى اليسار وينزل إلى الأسفل. أهلاً أهلاً يا اثنان. وهذا العدد ثلاثة، هل تتذكرون ثلاثة؟ ممتاز. والعدد أربعة، أربعة ويكتب بهذا الشكل. وأخيرا خمسة، أهلا أهلا يا خمسة، وشكله نفس الدائرة. دعونا ننظر إلى الصورة التي أمامنا ثم نكتب عدد الكرات في كل وعاء. هذا هو الوعاء، يوجد داخل الوعاء كور. لديكم دقيقة واحدة حتى تقوموا بحسب وبعد الكور التي توجد داخل الوعاء ثم كتابتها داخل الصندوق. واضح؟ هيا لديكم دقيقة. لقد انتهى الوقت، إذن تعالوا نعد مع بعضنا البعض عدد الكور التي توجد داخل كل وعاء. هيا أنا أسمعكم. نعم، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. ممتاز، إذن خمسة. سوف نكتب العدد خمسة في الصندوق ويكتب بهذا الشكل، خمسة. ممتاز، جميل. إذن خمسة، رائع. الصندوق التالي أو الوعاء التالي، هيا. واحد، اثنان، ثلاثة، نعم أربعة. ممتاز، أحسنتم، ويكتب بهذا الشكل، أربعة، رائع. أهلا يا أربعة. هيا هيا إلى التمرين الثالث، دعونا نعد الكور. واحد، اثنان، ثلاثة. ممتاز، ثلاثة، رائع، أحسنتم، وهذا هو ثلاثة. الصندوق الرابع أو الوعاء الرابع، واحد، اثنان. ممتاز، من اليمين إلى اليسار وننزل إلى الأسفل، اثنان. ممتاز، وهذا هو اثنان. رقم خمسة، هيا. كم كرة داخل الوعاء؟ نعم نعم، إنها كرة واحدة، واحد، ويكتب من الأعلى إلى الأسفل، واحد. هذا هو واحد. هل توجد كور داخل الوعاء؟ كلا، لا يوجد شيء. فعندما لا يوجد شيء داخل الوعاء، ماذا أكتب؟ هل تتذكرون العنوان؟ نعم، أحسنتم، صفر، صفر، ويكتب بهذا الشكل، صفر. انظروا إليه، صفر، جميل، إنه صغير جدا. إذن يكتب بالأرقام صفر، ويكتب بالحروف ويقرأ ص.
صفر بهذا الشكل، أحسنتم. إذن هل للصفر قيمة؟ الصفر يعني لا شيء. هل يوجد شيء داخل الصندوق؟ كلا، إذا كان لا يوجد شيء داخل الصندوق يعني صفر، لا يوجد شيء، فالصفر يعني لا شيء، أحسنتم. دعونا الآن ننظر إلى الصور التي أمامنا ثم نكتب عدد الأشياء الموجودة في كل وعاء. انظروا، لدينا مجموعة من الأشياء، نريد أن نعد ماذا يوجد في الصور ونكتب العدد داخل الصندوق. لديكم دقيقة واحدة. نعم، هيا هيا أسرع، هيا هيا. حوض الأسماك، قوموا بعد الأشياء بداخل الحوض، داخل الصندوق أو العلبة، وداخل العربة. إنها كائنات حية. نعم، ممتاز. إذن هيا بنا نقوم بالإجابة على الأسئلة. هل يوجد شيء داخل الحوض؟ حوض الأسماك، هل توجد سمكة داخل الحوض؟ كلا، لا يوجد شيء، فإذن أضع العدد صفر. ممتاز، صفر، وهذا هو صفر. الحوض التالي، كم سمكة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. ممتاز، أربعة أسماك توجد بداخل الحوض. الصندوق التالي، كم قطة؟ من يحب القطط؟ نعم، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن توجد خمس قطط. ممتازة. إذن الصندوق التالي، هل يوجد شيء داخل الصندوق؟ أنا لا أرى شيئاً، لا يوجد شيء. إذن نعم، صفر، لا يوجد شيء. ممتاز. التالي، نعم، لا يوجد شيء أيضاً، فيكتب صفر، أحسنتم. كم قطة الآن توجد؟ نعم، واحد، اثنان، فقطتان، أحسنتم، فالعدد اثنان، رائع. الآن أريد منكم أن تقوموا بعد الأشياء في كل مربع، ثم تضعون دائرة تحوطون على العدد الصحيح. يوجد في كل مربع عدد من الأرقام، مجموعة من الأرقام أو الأعداد. أريد منكم أن تقوموا بعد الأشياء الموجودة ووضع دائرة أو أقوم بتحويط العدد الصحيح. اتفقنا؟ هيا، لديكم دقيقة كما اتفقنا أو اعتدنا على ذلك. كم تفاحة؟ هل انتهيتم؟ التالي، كم بطة؟ هيا نعد، كم بطة؟ وكم تفاحة هنا؟ وكم بطة هنا؟ وكم تفاحة هنا؟ وكم بطة؟ إذن انتهى الوقت، هيا هيا، دعونا نعد مع بعضنا البعض بشكل سريع. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. رائع، إذن أضع دائرة على العدد أربعة. ممتاز. بعد ذلك، واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثة. رائع، كم تفاحة هنا؟ واحد، اثنان. ممتاز، اثنان. وكم بطة؟ نعم، واحد، اثنان، هناك بطتان، فنضع دائرة ونحوط على العدد اثنان. وكم تفاحة هنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. فكم تفاحة؟ هيا هيا، نعم، إذن خمس تفاحات توجد داخل المربع، أحسنتم. وكم بطة هنا؟ هيا عدوا، كم بطة؟ بطة واحد، أحسنتم، بطة واحدة توجد بداخل المربع، فواحد. ممتاز. الآن من يحب الركوب على السلم أو الدرج؟ نعم، سوف نعد تصاعدياً بالوحدات على خط الأعداد. تصاعديا يعني نركب السلم،
يعني من الأسفل إلى الأعلى، واضح؟ دعونا الآن نعد تصاعدياً بالوحدات على خط الأعداد، من السلم يعني أصعد على الدرج من الأسفل إلى الأعلى، إلى الأعلى وأصعد أصعد أصعد إلى فوق، اتفقنا؟ فنحن الآن نقف على هذا السلم، هل تخيلتموه؟ نعم، إذن أول عدد صفر، أحسنتم، فنحن الآن نقف عند الصفر، بعد الصفر ها سوف نصعد خطوة واحدة، إلى أين سأصل؟ نعم، واحد صفر، بعد ذلك واحد، فالعدد الأصغر هو صفر، والعدد الذي أكبر منه يليه واحد، فالصفر أصغر من الواحد، صفر، واحد، واضح؟ التالي واحد، بعد الواحد، ها، نعم، اثنان، قفزة ثانية، نعم، ثلاثة، ونركب أيضاً خطوة ثانية على السلم، وسنصل إلى العدد أربعة، ممتاز، بعد ذلك، هيا هيا، نعم، خمسة، أحسنتم، إذن أصغر عدد في السلم هو العدد صفر، نعم، الصفر هو الأصغر، وقمنا بالركوب بالعد تصاعدياً من الأصغر الذي هو الصفر حتى الأكبر وهو العدد خمسة، أحسنتم، إذن صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ممتاز. إذن الآن نريد أن نعد تنازلياً، ماذا يعني تنازلياً؟ هل تتذكرون؟ نعم، سوف ننزل من الأعلى إلى الأسفل، نعم، فهذا هو يعني تنازلياً، فدعونا نعد على خط الأعداد، سوف نقفز من العدد الأكبر حتى نصل إلى العدد الأصغر، أحسنتم، أكبر عدد كما في الشاشة هو العدد خمسة، ممتاز، خمسة تريد أن تقفز إلى الأسفل، ما هو العدد الذي قيمته تساوي أقل من خمسة أو أصغر من خمسة؟ خمسة، العدد الذي أصغر من خمسة؟ نعم، أربعة، أحسنتم، ممتاز، الآن لديكم دقيقة واحدة حتى تقوموا بالنزول من العدد الأكبر حتى تصلوا إلى العدد الأصغر كما أخذناه في الأعلى، انظروا، هيا، خمسة، أربعة، نعم، هيا نبدأ، ثلاثة، بعد ذلك، نعم، اثنان، جميل، والتالي، واحد، وأخيرا وصلنا إلى صفر، أحسنتم، ممتاز، دعونا نتأكد مرة أخرى، دعونا نعد تنازليا بالوحدات على خط الأعداد، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد، صفر، ممتاز، فمن يذكرني ما هو العدد الكبير الموجود هنا على الشاشة؟ خمسة، رائع، وبعد ذلك الأصغر، صفر، أحسنتم، ممتاز، إذن انتهينا من التدريبات، حتى تتدربوا بشكل أكبر أريد منكم الرجوع لكراسة التمارين صفحة 14 لحل التمارين، اتفقنا؟ جميل، وبالتالي انتهى درسنا لهذا اليوم وتعرفنا فيه على صديقنا الجديد صفر، إلى اللقاء.